نظم الموظفون النازحون وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، تنديداً باحتجاز مرتباتهم والتعسفات التي يتعرضون لها منذ 4 أشهر. وبحسب مصادر متطابقة فقد شارك في الوقفة عشرات الموظفين النازحين الذين قدموا من المحافظات المحررة إلى عدن للمطالبة بصرف جميع حقوقهم من رواتب وزيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الكريمة والعمل من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها. كما تتضمن مطالب الموظفين النازحين استيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات المحررة التي يحضرون فيها وتشكيل وحدة تنفيذية تتبع رئيس الوزراء وفروعا لها في المحافظة لمتابعة أوضاعهم. للحديث حول هذه الوقفة ينضم معنا الصحفي محمد العزيزي الناشط بملتقى الموظفين النازحين. سيد العزيزي أهلا وسهلا بك. إذن شهدت مدينة عدن اليوم هذه الوقفة، أبرز ما رفعه المتظاهرون أو المتجمعون هناك؟ أهلا وسهلا بكم وبالشهادة المشاهدين. طبعا اليوم في صباح الغد تم تنفيذ وقفة احتجاجية من قبل الموظفين النازحين إلى مناطق الشرعية اليمنية، ورفعت في هذه الوقفة العديد من الشعارات المكتوبة بالمطالب الحقوقية المدفولة قانونيا ودستوريا. من هذه المطالب ما ذكرت في مقدمة خبركم وفي أيضا الرسالة الموجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي. ومن ضمن هذه المطالب هو استيعاب الموظفين النازحين وصرف كافة حقوقهم من زيادة في الحياة المعيشية وبدل تسويات والعلاوات السنوية، وكذلك بدل سكن وبدل انتقال لهم. كما طالب الموظفون الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية يومنا هذا يعني تشكيل وحدة تنفيذية تتبع مباشرة رئيس الوزراء، يعني تقوم باستيعاب كل الموظفين النازحين إلى مناطق الشرعية، وأن يكون لهذه الوحدة التنفيذية فروع لها في كافة محافظات الجمهورية حتى تستطيع استيعاب كم كبير من هذه من الموظفين والموظفات النازحة. نعم سيد العزيزي، يعني بالعودة يعني إلى استيضاح حول أعداد الموظفين النازحين، والله لا توجد إحصائيات رسمية لدينا، لكن هناك إحصائية سمعناها من مسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية إن عدد النازحين يتجاوز 37,000 نازح ونازحة، وهناك أيضا الذين يتم صرف المرتبات لهم، لكن هناك العديد أو المئات الآلاف من النازحين والنازحات ليسوا في كشوفات الخدمة المدنية، وهم نازحين في مناطق وفي مناطق ومحافظات الجمهورية التي تخضع لسلطات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. طيب بالمقابل هل تلقيتم أي وعود؟ طبعا بدأت الوقفة الاحتجاجية برفع شعارات مكتوبة، ثم في نهاية الوقفة الاحتجاجية تم قراءة رسالة موجهة من المحتجين إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ثم اختار المحتجون 3 من زملائهم لإيصال رسالة إلى مكتب إلى مجلس القيادة الرئاسي، وكنت أحدهم. ذهبنا إلى مكتب الرئاسة وسمحوا لنا بالدخول إلى مكتب الرئاسة. للأسف الشديد لم نجد أحد من مجلس القيادة الرئاسي ولا حتى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، مما اضطرنا لتسليم الرسالة إلى قائد حرس مدير مكتب رئاسة الجمهورية. نعم.
الدكتور يحيى الشعيبي، وسوف يتم إيصال الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر أرقامهم بالواتس إن شاء الله. سنرسل الرسالة إلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى رئيس الحكومة وإلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبر أرقامهم بالواتس ومنصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام أيضا. نعم، كل الشكر لك الصحفي محمد العزيزي الناشط بملتقى الموظفين النازحين.